وانقذها بشكل ممتاز جدا خالد السناني. لو مش على نفس المستوى ده ممكن يبقى كمان خطير جدا. يا الله على المشاكل، مش ممكن، مش ممكن انفراد، فرصه هدف اول يا ولد العيب. هو ده الكلام. كارثه، كارثه في الشق الدفاعي من محمد شاكر، وايضا بالنسبه للاعب شيوتاني، غريبه جدا الاثنين مع بعض وسط واحد مهاجم ولعبوا عليها لثاني مره. ده تارجت ممتاز بالنسبه للزفره. الراجل ده دماغه فيها كوره ودماغه متكلفه، لعب التسقيطه مرتين، عمل خطوره غريبه. بص بص التمركز ازاي يا جماعه، كارثه كارثه. في اثنين مدافعين يوقفوا كده، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لا واحد ماسك ولا الثاني عامل عمق ولا ولا ولا. ده الف ب الف ب سنتر باك مدافع يا راجل، الف ب سنتر باك مدافع يا راجل يا راجل يا راجل. لكن روشا فيلوش، هل تكتمل الساعه بدون اهداف؟ هل تكتمل الساعة على انطلاقة المباراة؟ روتشفيل يتقدم، هذه خطيرة. أوه هو في لحظة التساؤل، هنا يجيب روتشفيل عن هذه التساؤلات. الفارس يصل إلى مرمى النسور، لا من خلال فريق نادي الضفرة. في لحظة التساؤلات عن أين هي الأهداف، يجاوب جواب جميل هنا روتشفيل محمد يوسف. أن تمتلك الكرة يا نسور ليس كل شيء. بالفعل هنا يجيب هذا الهولندي عن هذه في الشوط الأول ما كان يخطط له السيد غوران أن يخرج متقدما، وهذا ما يحدث حتى الآن. وعندنا كرة خطيرة، حارس المرمى، الله الله الله، يعادل النتيجة للضفرة. وبالتالي المكاين طبعا الهولندية تعمل، وبالتالي هل كرة، هل محاولة، هل خروج الخاطئ من جانب حارس المرمى عبد الله التميمي الذي حاول أن يبعد الكرة، لكن بدلا من أن يبعدها قدمها. نتكلم عن الكرة الثانية، تمشي على طول الكرة الثانية، خطيرة بالنسبة لصالح نادي الزفرة، شغالين عليها، خطير جدا الكنترول، استلامة الاستلامة يا ولد العين، خطيرة ممكن تاني يا ولد. الله الزفرة، الله ميخائيل، ميخائيل استلامة حلوة حلوة حلوة. الله على الزفرة وجماله، على كاتب التاريخ. امسك القلم الذهبي وامسك القلم الابيض في الاصفر الذهبي الجميل. لما شوف العرضية، شوف النواحي التكتيكية، الاستلامة طولت منه شوية، لكن شوف الترقيصة دي، الراجل كان الهوا برجليه يم على طول، ممتازة ميخائيل يسجل الهدف. انطباع بأن فريق الجزيرة قادر على التسجيل، ولكن قد ينجح الظفرة من كرة مرتدة، وهذه واحدة يا رب. انطلاقه الان للامام، محاوله قائمه الان ظفرويه، يحاول يمر الان ميخائيل، يحاول يمر ويلعب كره، ديوب جول جول. عن العوده مره اخرى لاستئناف اللعب، تقنيه الفيديو كل شيء فيها. هذه محاوله خطيره، فرصه، جول جول، الله. وصلت الايه في الجهه اليسرى، عرضيه، الكره رزوفا، ميخائيل في الجبل يمنى، خالد بوط يا ولد، بنوا جبهه يمنى جميله، لفت الوسط العرضيه بقى زي بتاعت محمود قاسم، خطيره، ممكن تعادل، ممكن تعادل، بقول لك تعادل. هو الصفقه، مش كل الانديه تقدم الاداء بهذا الاسلوب. الفريق عنده رباعي ناري، لما يبدا الهجمه خلاص الكثيري يقلص. فريق الظفره التصويب، التسديد، لكن ايضا هناك تغطيه من جانب دفاع فريق الاتحاد. كره تصل روزوفيل، اللاعب الخطير الهولندي يلعب الكره عرضيه وحيده لطرد مباشر للاعب عيسى سانتو، وثلاث بطاقات حمراء للانذار الثاني. الارقام تقول هكذا، والظفراويه عندما يقلبون في صفحات التاريخ يعلمون ان اخر فوز أصبحت لمصلحة الظفرة. هجمة، سرعة، خطورة، الله على مرور فارس الظفرة. تماس لفريق نادي الشارجة، الوقت بالنسبة للشرجاوية يمر بطيء جدا، 17 دقيقة متبقية، مرور جميل لروشفيل الهولندي، مر بصورة ممتازة في الكرة الماضية، لكن عبد الله غالب حاول بيدرو، سيطر على الكرة بشكل ممتاز. الظفرة أفضل، يعني عناصريا أفضل، ما في شك في ذلك. هنا إيميلانيا لا يقدم إطلاقا،
ليس هذا مستوى الظفرة. فرصة موجودة، انطلاقة من الجانب. بعد من الرواح الان مدافع جيد راجفيل هولندي لاعب متحرك بشكل ممتاز. عمر الخديم لكن الدفاع موجود. روشفيل ينطلق الهولندي يضغط عليه مرابا، الكره تعود تبقى لمصر، ولكن هذه الكره بتتخلص والكره بتعود. وكان جاستر سواريز جواو لا يفقدها بهذا الشكل، الكره بتروح بعد ذلك في الجهات اليمنى. هنا الاستمراريه، هنا المرور، هنا التصويبه، هنا الحل الفردي اللي كان على طريق اللاعب روشفيل. الظفره بين الحين والاخر تاتي، لكن بعد ذلك الكرات بتتخلص. هذه اللقطه وهذه اللعبه وهذا بخير مشروع تقريبا. ضاف اليهم تشاردين اللاعب السابق لفريق الظفره هو عجمان حاليا بينما الكره عرضيه في دورينا هذا الموسم. هنا انطلاقه الان راجفيل يتقدم يلعب دور كبير في الجو بيترو. حاول في الجهة اليمنى الهولندي روشفيل هنا كونتي براس 1-0 بعيد عفوا بعيد عفوا لمصلحة الظفرة. الظفراوي غير اليوم، الظفراوي غير هذا المساء. كرة ملعوبة، الله يا أداء في شوط المباراة الثاني يبحث ثاني. روشفيل خطيرة جدا، هو بوزير هو عايز يلف بيها، كان عاوز يعمل جائحة كورونا العام الماضي. الحديث عن كرة عرضية خطيرة، رأسية بنيامين ركلات الجزاء وبلغت 12 ركلة جزاء، وعلى مستوى ركلات الجزاء 79 ركلة جزاء في دوري الخليج العربي حتى الآن. هنا انطلاقة الآن تصل باتجاه مخينتي ديوب، محاولة خطيرة باتجاه إلى الشوتاني في وسط الملعب لمصلحة فريق العين. هذه الكرة بتمر من أمام يحيى، لكن يحيى يقاتل من أجل العودة لهذه الكرة. وصلت إلى روزوفيل، روزوفيل إيريك يعود، لكن الكرة ما زالت مع روزوفيل بمر الكرة إلى أيم. أنا حتى هنا في استاد حمدان بن راشد في حتى بهدف، وهذه مباراة فوز وحيد فقط على العين، ثلاث تعادلات وتسع خسايا. هوبا 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 الليالي، وعاد مرة أخرى في الدور الثاني. الله على الهولندي روشفيل يهرب. هذه رسالتي للقائمين على هذا النادي، الرسالة بعد الكرة الثابتة العرضية التي تأتي أحمد محمود الحمادي اللي يتحرك خلفه، وروشفيل اللي ممكن سيكون حلقة الوصل في مباراة الليلة في أسماء في حالة انتظار داخل منطقة الجزاء. كرة ملعوبة خطيرة أمام المرمى وبالراس.